مؤاخذتك يا جدعان. انت عمال بتجوز مصر ومش مركز في الطريق. ده انا فارس الخواجه ما يتعملش معايا حاجه. هات اي اثبات شخصيه يقول انك فارس مش حسن. حاجز فين يا باشا؟ احيه انت خايف من التعبان مش كده؟ فارس الخواجه ما يخافش من اي حاجه الا التعبين. ازاي حضرتك؟ لما نقول لك ان انت حسن انت حسن. انت يا جدعان انا اسمي فارس الخواجه الله يخرب بيوتكم. انت جيت يا فارس؟ فارس انا اسمي حسن. هاخد عربيتك واصلحها عندي في التوكيل. انا قاعده عند واحده صاحبتي لحد ما تظبطها لي. اظبط مين؟ صاحبتك؟ هو انت ليه جايباني دار القضاء العالي؟ لا ده بيتنا. ايه ده؟ انت ابوكي رائد فضاء؟ لا بيلعب شيش. الدنيا مترو والشمال كترو. فريده مراتي. بقول لك مراتي احسن علاج لحالتك دي الخل والبول. اجيب لك بول. تحب الاسد يتعشى بيك ولا ينام خفيف؟ ينام خفيف يا بوليفارد. يا الواد ده ذكي زياده عن اللازم. يا يكون صاحبك اشتراها. اقسم بالله لموتهم بايديا. وانا اجل هنا. بتعمل كده ليه؟ 6 مليون دولار بيبي. Cinerroyal, bringing movies to life.